لا تمثل ترى أنا عارفين كل تمثيلك يبين الحين مع الطاحون يا ويلك صيدك الحين وبعدين لا تمثل ترى أنا عارفين كل تمثيلك يبين الحين مع الطاحون يا ويلك صيدك الحين وبعدين مصاج انت اصلا لو مو ياي احسن ترى صادق الطاحون انك كبرت فعلا صادق قبل انت تصيده ما يد في بالك حل بعيده لانها محبوك عدل وصدت احلى صيده مصاج انت اصلا لو مو ياي احسن ترى صادق الطاحون انك كبر فعلا الحمد لله بخير والله تمام الحمد لله زين السلام عليكم. عليكم عبد الله ويس وجودك طول بعمرك يا رب الله يرحم والديك اشرح لكم الجنرال الحلقه بشيء بسيط عشان تفهموا طبعا هذه حلقه استثنائيه الموضوع حواري 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 بحت راح نتكلم عن اعمالها الفنيه خلاص اوكي اللي هو السيجمنت الاول السيجمنت الثاني راح نجيب ساحر تمام اوكي هذه حلقه استثنائيه ما عليه اوكي ساحر اوكي ركز معي ساحر اي ساحر اللي هو استاذ العيادي اوكي اي تدعي انها هي ساحره تدعي انها هي تخفي اي شيء قدامها كلام سليم اوكي احنا راح نمشي الفيلم معاها شلون شلون حط ايدك تاخذ البطل تمام سل ستيل هني لا ستيل مع كلمه ستيل اوكي اثبت اوكي راح يجي مساعد المخرج راح يشيل البطل من ايدك راح اقول اكشن ترجع مره ثانيه تستغرب انه اخ اختفى طبعا احنا ويانا الاستاذ الجرافيكس هو مشرف داخل الكنترول هذه الاشياء كلها راح تصير جرافيكس تمام بس نبدا الرياكشنات انه واقعيه انه شيء اخ اختفى يفيد الحلقه اي سؤال ما يعجبك ترفع ايدك بس لا احنا ما تخاف دان اوكي لا تخافي لا تخافي انا معك يعني يلا اوكي دان ستاند باي ترحب بضيفك استاذي كاميرا ستاند باي شباب رجعنا لكم مشاهدينا مره ثانيه في برنامج وان شوت وضيفتنا اليوم عزيزه متميزه جميله قاعد تصير جميله كل شوي احساسي يقول انها شاكه طبعا احساسي يقول انها شاكه احلى تحيه فالله يستر ان شاء الله البحرين واليوم بس اقنعت انا اقنعت البحرين جميله شيلاء سبت منورتنا شكرا للنور نورك وشكرا على الكلام الحلو ومستانسه ان انا وياكم اليوم بالعكس يزيدنا شرف ونورتينا محلوه شو السالفه بس عشان اعرف السر يعني والله عيست وانا اقول يعني مبدئيا ضعفان انت لا مو ضعفانه نفس ما انا بالتلفزيون ابين امتن ترى زايد وزني زايد كذي على انا والله زايد وزني بس ما ادري يعني ولا انت خايفه من العين لا زايد وزني لا بالعكس يعني اكيد يعني ايه بس مغيره في وجهي شوي قوي زين احنا طبعا كالعاده طبعا الاسئله العاديه راح نبتدي فيها وبعدين نبتدي عاد بالقتال ايه جاهز حق القتال جاهزه زين اول شيء جديدك شنو عندي مسلسل 9 من فبراير ان شاء الله زين شيلاء سبت اسمك مسوق في عند القنوات الفضائية اليوم احنا في عندنا الاعداد مجهز لنا ظاهرة طبعا هي بنت تدعي ان هي صاحبة قدرات خارقة وعندها في ظاهرة معينة وانتشر لها كم فيديو ان هي عندها شغلات غريبة تقدر تسويها
الشغلات هذه تخوفك؟ ما أعرف، يمكن يمكن. زين، هي موجودة معانا بالاستديو، ايش رايك نرحب فيها؟ رحب فيها. حياك الله ليالي، نرحب فيها. بداية القصة يعني أنا كنت طالعة بروحي. ما أنا بروح مكان ما في أحد صراحة. تعرفين نيزك؟ إيه؟ نيزك. النيزك اللي هو الفضائي طبعًا. مو فضائي. اللي من الفضاء. نفس الشاب اللي لما. النيزك اللي من الفضاء. إيه اللي ما يفضى. اللي من الفضاء بس مو فضائي. فتافيت النيزك هذه، يعني إذا نيزك طقني كنت بنفجر. فتافيته. إيه. وأنا نازل من السيارة طق ظهري. طيب. ظهري. زين. ومن هاليوم أنا مو طبيعية. زين ما أقدر عليك. أسوي أمور يعني ما الناس ما تقدر تسويها. زين طق أوكي طق ظهرك. بالضبط. شنو صار فيك؟ شنو حسيتي جسمك؟ من اليوم أنا مو طبيعية. زين أهلك شنو لاحظوا فيك؟ أن أقدر أخفي شيء، أقدر أخفي لك فرضاً أي شيء تطلبه مني وأرد أجيب لك. تخفين مثلاً شنو؟ قدام عيونك تبي أخفي لك هذا؟ هذا؟ زين إحنا عموماً الشيء هذا راح يختفي بس مو الحين بعد الفاصل. السلام عليكم. السلام ورحمة. أرجع ونقول نشرح بشرح بسيط. إحنا عندنا دائما عادات تغاليد إن موضوع السحر ما سحر الأمور هذه. الحين راح نسوي عملية إن هي راح تخفي الأمور أمامكم. تمام. قدامكم. تمام. راح نصير إحنا ستيل. ستيل. من أقول أكشن ترجع مرة ثانية بسم الله الرحمن الرحيم. صدمنا وخفنا. أي exactly. تمام. راح توصل إنها تخفي هذا الشيء. Exactly. أوكي. راح توصل إنها تخفي هذا الشيء. ذن تعلم تعلم طول ما أنت معي تعلم إنجليزي. أوكي ذن. ذن راح ترده. راح توصل لمرحلة إنها ممكن تخفي شخص. من الشخص أحد من الكاست نادي مساعد مخرج سعد فاضل نادي راح يخفي تخفي قدامكم. الله أوكي. بعده. بعده. راح توصل لمرحله ان انت تطلب تقدرين تخفيني. اي اقدر اخفيك. اوكي انت تبي تبوق رياكشنات طبعا. تمام اوكي. ذن راح بعد هذا راح تقول راح نقول كات سيجمنت. سؤال وقت الحلقه شنو راح يصير؟ سيجمنت 3 ها وقت الحلقه بالعرض. انت جرافيك جرافيك شغال كبر. اوكي اوكي دان ان 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 قاعد تخفي الاشياء قدامكم فاحنا بعدين هذا كله شغل مسلسلات. دان يلا دان ستاند باي. ستاند باي جاهزين. يلا ابي فنك كله يطلع لي. يلا بس يا ورجعنا لكم مشاهدينا مره ثانيه وضيوفنا اللي انا مستمتع معاهم اختنا شيلاء سبت وليالي يعطيك العافيه. الله يعافيك. وصلنا اخر شيء ان انت راح تخفين شنو راح تخفي؟ ايش قالت راح تخفي شنو؟ الهرن. اي ممكن اعرف شلون راح تخفين؟ حلو راح اوريك بس ابي منكم تسترخون بليز ان شاء الله تفضل عشان لا اتوشوش. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم. شلون كذي راح؟ وين راح؟ اخفيت لك اياه. شلون اخفيتي؟ انت طلبت مني هالشغله وانا اخفيت. شلون؟ اخفيت لك اياه. اي شلون اخفيتي؟ انا عندي قلت لك قدره خارقه من قبل. زين وين راح؟ ما اقدر اقول لك. زين تقدرين تردينهم؟ ايه. ايش رايك كذا؟ صدمة. محمد شو الرياكشن محمد؟ شو الرياكشن محمد؟ نعيد مرة ثانية؟ اي عيد محمد مو انت مو مقنع. يلا اوكي اوكي يلا. انت مو مقنع محمد. يلا اوكي. يعني تبارك الرحمن شيء لا ضبطت ال يلا يلا اوكي 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 يلا يلا يلا. يلا على محمد. يلا حبيبي. وين راح؟ انت طلبت شنو طلبت مني؟ تخفين. خلاص صارت السالفة. ما أقدر أقول لك في أمور ما أقدر أتحكى فيها. صدق أنا مو مستوعب ترى.
للحين مو مستوى. تبي أرده؟ أرده؟ ليش متوترة؟ شربي ماي حبيبي. أرده؟ ردي خلينا نشوف شلون. يلا. بس خلنا نركز. أنت بس لو تسترخي نفس شوية. المكان؟ أنت شفت ترى قاعد تشوش علي، أنا ماني قادرة أسوي هالشغل هذا. أوكي تفضل أوكي تفضل. لا شيء غريب صراحة، شيء غريب، شيء غريب، أنا مو قادر أصدق. أعطيت رياكشنات أهلي مو قادرين يصدقون، يعني أنا قاعدة أسوي هالشيء قدامك وأنت للحين مو راضي تصدق. لا أنا مو مقتنع للحين، أنا مو مقتنع صراحة. أنت مقتنعة؟ أنا مو مقتنع. ترى على فكرة مو بس هالشيء أقدر أخفيه. لا هذه شغل خفة يد أكيد وشغل إضاءة قبل شوي. أوكي. الحين تقدر تبي أخفيك؟ لا تخفيني انا ليش؟ انا ما ها نقدر اقدر اخفي اي احد، يبوا لي احد. تجربين انت؟ لا انزين نشوف اي احد. تعال 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 لو سمحت. هذا كمان عندك تخفي لي اياه. بس غمض عينك، غمض عينك واسترخي. محمد. ها حبيب. عفوا مخالف، يعني اللي مختفي قدامك قطب مخالف. عبد الله بس انا ممكن سؤال واحد؟ تفضل. افور استاذ؟ اي افور. خلاص حاضر لك اللي تبيه. خلاص يعني اقول لك على شغله. رياكشن الخوف. اوكي توكل على انا راح اقوم كذي هناك وهي بتقوم من مكانها. اي خافوا يا جماعه خافوا. يلا يلا. هو قاعد يخفي بني ادم قدامكم. يلا يلا تعال 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 حبيبي تعال الله يرضى عليك بسرعه. يلا مره ثانيه. متى بتخلص هالفقره؟ يلا خلنا نرجع اسئله احسن. يلا 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 اكشن. وين راح؟ وين راح؟ انتشاء يعني ما ادري. صدقتني؟ زين وين راح؟ اخفيت لك شيء. وينه؟ بسم الله. ما راح تلقى، ما راح تلقى. انا خفيته. ردي لي اياه. انت مو مصدق. ردي لي اياه. اوكي. اقعد اقعد شيء ما اقدر انا. انت توترك او اعصابك قاعد يشوش علي. ماشي. الموضوع موضوع طاقة يعني لا أكثر، لا تفهمني غلط. أوكي؟ أوكي؟ أنت أوكي؟ وين راح؟ محمد. ها. وين راح؟ وين راح؟ راح هنا. خاف. مثلك. أنا مو فاهم شيء، فاهم شيء؟ مو صاير شيء ابن الحلال، قلت لك طاقة صارت عندي. جيت أثبتها لك وللجمهور بس. مقتنعة؟ أنا مو مقتنعة. مو مقتنعين؟
مو مقتنع. اخفيك؟ اخفي شيء؟ لا لا. جربي. لا اخفيك. زين انا بجرب هالتجربه. انت مو مصدق؟ مو مصدق. قوم. 3 2 1. شيلاء ابي دهشة. ابي okay. ابي 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 خوف. 3 2 1 اكشن. وين راح؟ اخفيته لك بس الحين انا وياك بروحنا. تبيني ارده؟ لان قاعد اشوف حلم متوتره انت. راجع راجع. 3 2 1. شيلاء رياكشن الحين انا مركز عليه. كلوز عليك. يلا 3 2 1 اكشن. شيلاء لا انت وين وديتيني؟ وين وديتيني؟ شنو شفت؟ انا كنت معلق بالهواء. تفضل اقعد. انا كنت معلق. كنت معلق. كنت معلق. تخيل معلق وين؟ معلق بالهواء. مو فاهم انا وين. عموما مشكوره. ويعطيك العافيه. تعافيك. مشكورين وراح نكمل معاكم ان شاء الله بعد الفاصل. رجعنا لكم مشاهدينا مرة ثانية في برنامج وان شوت، وبعد فقرة اللي شفناها وصاحبة القدرات الخارقة ليالي. شيلاء طبعا انا مندهش للحين للأمانة. كنت معلق بشكل غريب، يعني في شيء انا اتوقع تنويم مغناطيسي، اتوقع شيء او نومتنا. انت حسيتي نفسك نايمة مغناطيسي؟ لا لا انا قاعدة اشوف كل شيء. انا وضعي اكثر منك. زين هذا شفتيه اختفى؟ ايه. زين انا ليش حسيت روحي معلق؟ ما ادري، معلق بهواء مو واقف، ما في جاذبيه. حزتها انت شنو شايفه؟ انا مو شايفك، انت شنو شايفه؟ ما ادري انا بصراحه الحين خايفه. زين هل اختفيت يعني من قدامك؟ اي اختفيت. ما ادري انا الحين مستغرب للامانه. عموما ما ادري شلون بكمل، بس يعطيك العافيه. الله يعافيك. أول شيء أنتي نورتيني اليوم. شكراً. نور نورك. وكنتي متألقة ما شاء الله عليك. إحنا برنامجنا اسمه وان شوت. يعني شنو وان شوت؟ وان شوت. باللغة الفنية. وان شوت يعني وان تيك. وان شوت. وان تيك. إيه. تخيلي يا عادي يا أستاذة شيلاء، لأن أنتي من دشيتي من هالسلم لين قعدتي على الكرسي. ولا جاي بالعيد. والموضوع كله وان شوت. ما انقطع ولا شيء. فصار احلى موضوع واحلى مقلب خفيف واحلى تحيه حق شيلاء. ايش قلت انا؟ قلت وايد اشياء. ما لا ماكو شيء. قلت وايد اشياء. قلتي ان هذه اختفت. شلون اختفت وهي قدامي؟ ما ادري، تعلمنا من كل شيء تقولون لنا قولوا نقوله. وقعدت تمثل وتعيد مره ومرتين وثلاث. مو ممثله خطيره يا جماعه. مو ممثله. شلون كذي؟ اولا اشكرك شكرا جزيلا على حضورك. شكرا. كان بالنسبة لي شرف. الشرف لي. بيض الله وجهك. طول بعمرك. أنت كنت ضيفة جميلة معنا. Thank you. بينا للمشاهدين أن بإمكان الممثل أن يعمل ما يطلبه المخرج. Still يعني still. Cut يعني cut. Reactionات. كان العمل كله وان شوت. استمتعنا فيك. شكرا. شرفتينا. والله شرف لي على عمل. شرف لي. كان الموضوع مغلب خفيف، لا في رش ماي، لا في طق، لا في حركات هذه. انت قاعده ببراد، الدنيا حلوه، بس اللهم يعني انت بالعقل. في واحد يا اخي هذه ما يصير وتعيدين التيك 1000 مره. تعيدين التيك وسوي نفس الشايفه. شو نقول حق الناس؟ والله بروحي مو مقتنعه، بس قلت يلا على احنا يا جماعه الخير، يا منتجين يا اخوان المنتجين.
شفتوا الاكشنات؟ تستاهل. شفتوا الفن؟ تستاهل صفقه شباب. وانا عليكم شرفتينا. شكرا للشرف. ثانك يو ثانك يو. حيل منش طلب. ايش كاميرتك؟ ايه تقولين مسين المشاهدين بالخير. اوكي. وتقولين كانت حلقه خفيفه وجميله. عاد قولي انت بخاطر شو تقولينه؟ اخر شيء قولي عرضوا، لان اذا ما قلتي عرضوا ما راح نعرض. اوكي. داير اكشن. انا جدا سعيده ان انا كنت ضيفه في برنامج وان شوت. انا جايبه العيد من اول ما جيت ولا ادري شو السالفه، يعني انا يقولون لي شوت وجايب العيد بعد ما انا ما ادري شو السالفه. المهم ان كانت حلقه حلوه وجدا سعيده بالتعامل الحلو والجميل من كل اخواني الموجودين. وعرضوا. بارك عليكم الشهر بعد.